مرحبا فيكم مشاهدينا في العرض الافتتاحي للفيلم المصري عمر خيرستو، والذي من المقرر طرحه بدور العرض المصري 2 يناير المقبل. هذا العمل شارك مؤخرا بمهرجان الإسكندرية السينمائي، ويشارك فيه مجموعة من الممثلين من الوطن العربي. احنا بنتكلم عن موضوع الإرهاب، يعني الفيلم بيناقش قضية الإرهاب اللي دلوقتي العالم كله بيعاني منه، يعني قضية مهمة لمسينها كلنا وشايفينها حوالينا طول الوقت. هو مش أكشن، يعني هو في بعض المشاهد اللي كان فيها شوية أكشن، ولكن هو فيلم يمكن دراما أكتر، يعني فيلم تشويقي خلينا نقول أكتر. أنا الدور اللي أنا بلعبه النهاردة دور جديد خالص بالنسبة لي، يعني وحبقى مفاجأة بالنسبة للجمهور، يعني مفاجأة غير متوقعة. وأنا حبيت أشارك في الفيلم ده، وافقت للهدف النبيل اللي الفيلم ده بيسعى إليه. الفيلم ده في حب مصر، يعني الفيلم ده معمول في حب مصر وبيواجه موضوع الإرهاب. فشيء يشرف أي فنان أنه يشترك في هذا العمل، وفي نجوم عرب كتير وفي فنانين كبار جدا، يعني هيبقى شيء جميل جدا ورائع إن شاء الله. احنا بنقدم للجمهور حاجة كويسة وحاجة هادفة الحقيقة، حاجة أن يخش الجمهور هيستمتع بفيلم حلو، في موضوع، في قصة، في موسيقى حلوة، في صورة حلوة متصور بين مصر ولبنان، في فنانين عرب سواء من لبنان أو من سوريا أو من تونس، كل ده بيدي نوع من الخلطة الحلوة الجميلة اللي احنا بننادي بيها. عمر خيرستو بيتكلم عن إجهاد الإرهاب وتدخل الدولة وزراعة الدولة القوية في قهر الإرهاب، يعني وانا عامل هنا دور ضابط عمليات خاصه اسمه ادم، دور انساني جدا. هو الفيلم يعني فيه اكشن بس هو انساني اكتر ما هو يعني باتجاه الاكشن، هو فيلم فيه انسانيات بيبين مشاعر كتيره قوي، وفيلم مهم وعمل مهم جدا. كواليس رائعة كتير، كان كلهم يعني عجب، كنا مثل إخوة، كنا مثل هيك أصدقاء، شيء هيك بيحسس إنه وحدة الوطن العربي، إنه قدي وقت اشتغلنا فيلم مع بعض ونحن من جنسيات مختلفة قدي كنا حاسين بالتآلف، كنا متفقين على فكرة واحدة. كتير حبيت هذا الشيء، كتير كان مهم.